تواصل تركيا تعاونها مع العراق وإيران لتطويق التداعيات المحتملة لاستفتاء إقليم كردستان العراق، حيث أعلن رئيس الوزراء التركي عن اجتماع ثلاثي مرتقب مع الجارين الحدوديين لتنسيق الإجراءات الواجب اتخاذها، لكنه شدد أن بلاده لن تستهدف المدنيين في الإقليم. ونائبه بكر بوزداغ يؤكد أن أنقرة حددت أولوياتها لهذه الإجراءات وستضعها حيز التنفيذ الواحدة تلو الأخرى تباعا للوقت. على قدم وساق تتحرك تركيا مع العراق وإيران للرد على الاستفتاء الذي جرى في إقليم كردستان العراق، حيث أعلنت أنقرة عن التحضير لعقد قمة ثلاثية قريبة مع جاريها العراقي والإيراني لتفعيل العقوبات الاقتصادية إلى إجراءات عملية. ومع سريان مفعول تجميد الرحلات الجوية التركية إلى أربيل المتفق عليه مع بغداد وطهران، وإعلان وزارة الدفاع العراقية نيتها التحرك صوب المنافذ الحدودية من الجانبين الإيراني والتركي بعد رفض الإقليم تسليمها لبغداد، طمأن رئيس الوزراء التركي أن كل الإجراءات التي ستتخذها بلاده ضد الإقليم ستكون مركزة على معاقبة المسؤولين عن إجراء الاستفتاء ولن تطال المدنيين الأكراد. نحن نجهز لعقد اجتماع عراقي تركي ايراني لتنسيق مواقفنا بشأن الاستفتاء، ونبذل جهدنا لتجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة. لن نجعل المدنيين الذين يعيشون في شمال العراق يدفعون ثمن الاستفتاء، بل ستكون إجراءاتنا كلها موجهة إلى من قاموا به. العمل العسكري ضد الإقليم الكردي مركون على الرفض حاليا، بينما الأولوية للعقوبات الاقتصادية. بهذه الكلمات كشف نائب رئيس الوزراء أن بلاده ناقشت كل الخيارات السياسية والاقتصادية والعسكرية ووضعت خارطة طريق جاهزة للتنفيذ عندما يحين وقتها. التطورات الأخيرة في شمال العراق تستهدف الأمن القومي التركي والعراقي والإيراني بالمستوى نفسه، لهذا أوقفنا كل أشكال التعاون مع إقليم كردستان العراق بما في ذلك المساعدات وتدريبات قوات البشمركة، وناقشنا جميع الخيارات وحددنا وقت إدخالها حيز التنفيذ. على خط موازي تتواصل المناورات العسكرية التركية العراقية المشتركة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث شهدت تدريبات تموضع الجنود الأتراك والعراقيين وإجراء مناورات هجومية في مواقع محددة محاكاة لمعارك وغارات على أهداف جوية وأرضية ورمايات مدفعية وظروف لإجلاء المصابين. إذن انتقلت تركيا من مرحلة التهديد إلى التنفيذ، والرهان الآن على الحلف الثلاثي التركي العراقي الإيراني الذي تشكل في ضوء معطيات الاستفتاء لتطويق الخناق على أربيل واحتواء نزعتها الانفصالية التي تمثل جرحا غائرا في خاصرة الدول الثلاث، قابل للنزيف في أي لحظة. إيمان دمرهان لقناة CGTN إسطنبول.